انا ايه اكيد ايه بس فريندز فور ايفر خلاص خلاص شيء بيعملوه هيك يلا هيك ميرسي على الكتاب ومثل ما وعدتك وميرسي على هيدي الحلقه الحلوه وعلى هالاستضافه وان شاء الله يكونوا اليوم مواضيعنا كانوا حلوين يعني وجودك انت وبولا اضاف كثير على الحلقه الديسكشن اللي عملناها اضافت كثير بولا شكرا على الجيست اللي انا كثير فخوره فيه وخصوصا انه جاي من ست مثلك احلى شيء واحد يكون بست مام منى ويمكن مشان هيك بعتقد شغله كثير حلوه انه عم تخرج ابنك ان شاء الله بتشوفي كله افراح من هلا ورايح شكرا مره ثانيه ميرسي ثانك يو وخلي اولادكم وتشوفوهم كبار يا رب ثانك يو ميرسي باي 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 مايا انت وفيلي قبل ما تفيلي بدك تاخذي الورد من الفان رح نعزمكم تمشوا معنا ما حتقدر تحملهم كلهم لفوق ميرسي ميرسي ثانك يو ميرسي عن جد رح يوصلوا رح يخلوا رح يوصلوا لي اياهم ثانك يو باي باي حديث البلد مع شادي فياض مساء الخير شادي فياض واهلا وسهلا فيك بحديث البلد الفانز طلع لهم بوسات من مايا طلع لك شي بوسه بالغلط برا لا هيك ولو ما استغليت الفرصه شادي فياض انت رئيس مجلس اداره ايس ايفنتس اللي عم تنظم وتصمم وتنفذ مهرجانات الارز الدوليه بنسختها الثالثه اللي راح تصير لليلتين ب 29 تموز و5 اب المقبل بمنطقه الارز هالمهرجانات اللي رجعت سنه 2015 بعد غياب 50 سنه وقدرت تصير من أهم المهرجانات بلبنان وتستقطب أهم الأسماء الفنية اللبنانية شادي السهرة الأولى ب 29 تموز رح تكون عبارة عن أوبيريت غنائية بعنوان الأرزة وبيشارك فيها 12 فنان وفنانة لبنانيين رح يقدم كل واحد منهم مدلي وطني وبيغنوا سوا بالافتتاح وبآخر الحفلة أوبيريت خاص بالأرزة من كلمات نزار فرانسيس وألحان وتوزيع ميشيل فاضل والفنانين هن غسان صليبة وليد توفيق نجوى كرم نانسي عجرم معين شريف ملحم زين عبير نعمة جوزيف عطية رامي عياش زين العمر تانيا أسيس وإليا فرانسيس يعني باقة كبيرة ومهمة حلوة كيف قدرتوا اليوم تجمعوا هالتناشر فنان وفنانة بحفل واحد؟ اوكي منى بتعرفي انه مهرجان الارز غير انه اخذ صدى كثير كبير على صعيد الوطن اللبناني والوطن العربي هو بيتميز ببعضه الوطني وهيدا بتوجيهات من النائب ستريدا جعجع اول سنه 2015 كان العنوان تبع المهرجان تحيه للجيش اللبناني من الارز ثاني سنة كان ذكرى وتخليد لجبران خليل جبران وهالسنة مثل ما قلت حضرتك هو تكريم للأرزة تحت شعار تكريم للأرزة هالعمل الوطني هالأوبيريت الفريدة من نوعها من 12 فنان لبناني من كل الطوائف اللبنانية أرادوا أنه يقدموا عملهم مجاناً لأنه تحت هالأرزة اللي هي عالمنا وهي بترمز لبلدنا قدموا هالعمل للبنان ونحن كلنا كرمال هالأرزة مستعدين نقدم أغلى ما عنا كرمال لبنان يعني مشكورين على طبعاً. على هالمبادرة شادي فياض قبل ما نتابع حديثنا خلينا نشوف مشاهد من مهرجان الأرز من انطلاقه سنة 2015 للي ناطرنا هالصيف فيه بس حتى نقدر نشوفه بدي أطلب منك تطلع بكاميرتك وتقول بلاير باسم صح والآن باسمكم جميعاً وبعد انتظاري نحو 50 عاماً لهذه اللحظة الحدث أعلن بكل فرح واعتزاز افتتاح مهرجانات الأرز الدولية
2015. 12 من رموز الفن اللبناني والعربي رح يجتمعوا مثل غصون الأرز، ينزرعوا بالأرض ويرتفعوا مع الأرز صوب السماء بأوبريت غنائية من كلمات نزار فرانسيس وألحان وتوزيع ميشيل فاضل لعلامة لبنان يلي أدخلته الكتب السماوية وتاريخ البشرية. 12 من ألمع أسماء الفن بحفلة وحدة بمكان واحد ولهدف واحد. شادي فياض، السهرة الثانية رح تكون مع هبة طواجي وأسامة الرحباني ورح تكون بعنوان 10 احتفالاً بعشر سنين من التعاون بيناتهم. نحن رح نشوف هبة بمسرحية نوتردام دو باري بمهرجانات جوني الدولية، وهي بتعمل كتير مهرجانات. شو رح يكون مختلف بهالإطلالة وبهالسهرة؟ يعني 10 years، أول شيء هبة طواجي فنانة لبنانية على مستوى عالمي، 10 سنين تعاون مع أسامة الرحباني بغنى عن التعريف لما يمثل من إرث وثقافة فنية بلبنان. رح يتوج هالعشر سنين على مسرح الأرز، أكثر من 100 شخص على هالمسرح بعمل مسرحي فني مشهدي رائع مع انتراكشن مع الليد سكرينز، وفي رئيسين. أنا كل اللي بدي أقوله أنه بين 29 الشهر اللي هو الافتتاحية نيالة رح بيكون بالأرز بهالليلة، وبين 5 آب بطاقات صارت فول. انا بشكر يعني بعد في شيء قليل جدا اللي حابب لازم قد ما في يسرع يلحق حاله لانه المغتربين اللبنانيين بفضل الام تي في اللي عم تنقل هالحدث لايف على شاشاتها، عم بيتصلوا المغتربين يحجزوا بطاقات تيجوا على لبنان تيحضروا مهرجان الارز، وهذا اكبر دليل قد ايه اول شيء الام تي في عم بتسوق لهالثقافه الفنيه بالعالم اللبنانيين والعرب بالعالم، وقد ايه هالمهرجان ناجح يعني فول سولد اوت. بدي اقول انه هو من اخراج باسم كريستو ومعه مدام توريتا انا بدي اوجه تحيه كبيره للمخرج باسم كريستو، لالي رزق البروديوسر معكم بالام تي في اللي بيكون فوق الارض، لكل الاشخاص والتيمز اللي بيشتغلوا اشهر واشهر، واكثر شيء بحب اشكر فريق لجنه عمل مهرجانات الارز على راسه النايب ستريزا جعجع اللي عم بتقوم بعمل جبار حقيقه لاعاده احياء هالمهرجان التاريخي. يعني بعد 50 سنه نرجع نفوت بمهرجان الارز بهالقوه وبهالحرفيه، يعني شغله كثير كبيره وعم بتقوم بعمل. انا ما بدي احكي عن نايب ستريدا جعجع اعمالها سبقتها يعني بالمنطقه، نعم. فوق اللي عم تعمله عمل انمائي واجتماعي شامل على صعيد المنطقه والقضاء يعني وعلى صعيد لبنان كمان. يعني هلا عم هالاوبيرات رح تتسجل على اسطوانات رح تباع بكل فروع فيرجن وغيرها، وريعه لهالاوبيرات رح يروح لتجير جبال لبنان بالارز اللبنانيه. يعني مش بس يعني منطقه الارز، كل المناطق اللي بتطلع فيها اللي بيعيش فيها شجر الارز اللي بيقدر يطلع، وهيدا اذا بدك الكومبينيشن يعني بين السياحه وبين الثقافه وبين البيئه، هي صوره صغيره شو ممكن وقت نكون موحدين نقدر نعطي للبنان. جايين يا ارز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان احلى وش اعلى جبين. شادي فياض، كان على اساس في وعد من الفنان راغب علامة ومن الفنانة يارا انه يشاركوا بهالاوبيرات، شو اللي تغير؟ ليش ما راح يرجعوا يشاركوا؟ اللي تغير هو انه كانوا نحن حددناها ب 29، هن كان عندهم هالرغبة انه يكونوا موجودين، بس ثاقبت انه عندهم ارتباطات خارج لبنان، لذلك هيدا هو السبب الوحيد. وفي كثير فنانين لبنانيين ابدوا رغبتهم يشاركوا، هالسنه هلا انحصرت ب 12 فنان لبناني، بس اكيد مثل ما بتعرفوا ستريدا جعجع ارادت هي اكسبسيونيلمون غير المهرجان الوحيد اللي بس عم بيستضيف لبنانيين على مسرحه، ايمانا منا ومن لجنه مهرجانات الارز قد ايه نحن مؤمنين بالفن اللبناني وقد ايه مؤمنين بالابداع تبع الشعب اللبناني بهالمجال، وكل الفنانين مرحب فيهم على مسرح الارز والسنين لقدام جايه يعني.
والسنين اللي سبقت على كل حال كمان دليل. على كل حال هالمهرجان اخذ طابع وطني من اول نهار. صحيح. بدنا نتمنى لكم التوفيق، وبدنا نقول انكم بلشتوا تحضروا كمان للسنه المقبله اللي رح تستضيفوا فيها اسماء فنيه عالميه. نعم. ما واكيد دائما بالتصوير والانتشار اللي بتاملكم اياه الام تي في طبعا لهالمهرجان. رح نستدعيك معنا.